تتأهب أوروبا بعد الشكوك في هجوم متعمد على خط أنابيب غاز نورد ستريم 1 و2 في المياه السويدية والدنماركية. حديث الحرب يعود إلى الواجهة بعد إعلان التعبئة الروسية، غير أن السويد تبدو في وضع أفضل مقارنة بالفترة التي تلت بدء الحرب في أوكرانيا حسب المحللين العسكريين. بالنسبة للسويد، تحمل حرب أوكرانيا رسالة إيجابية واحدة فقط، وهي أن روسيا غير قادرة على غزو السويد. الضابط السابق وعميد أكاديمية الدفاع السويدية كارلس نيرتنيكس قال إن الروس ليسوا أقوياء عسكرياً بالقدر الذي كنا نظنه، لذا فنحن أكثر أماناً مما كنا نظن. في حال وقوع هجوم روسي على السويد، فإن الظروف حسب المحللين ستكون على النحو التالي: أقرب دفاع جوي أرضي روسي سيكون في مدينة كالينينغراد الروسية. مدى المدفعية الروسية لن تصل عبر بحر البلطيق. قدرة روسيا على الغزو البري ستكون ضعيفة جدا. إذا هبطت القوات الروسية في السويد، فستعتمد على عدد قليل من الطائرات والقوارب للحصول على الدعم، لذلك سيكون عدد الوحدات التي يمكن أن تصل إلى السويد في نفس الوقت محدوداً للغاية. كما أن عملية الهجوم عن طريق البحر أو الجو أكثر حساسية بكثير مقارنة بغزو الحدود البرية. إذا استخدمت الروبوتات البحرية من جانب السويد، فستخرج عملية الهجوم الروسية عن السيطرة. وإذا قامت السويد بإعادة التسليح التي تشير إليها الحكومة، فستكون هناك فرصة جيدة للدفاع الآن وفي المستقبل. في حال شنت روسيا هجوماً عبر البحر، فمن الصعب عبور المياه. وحسب نيرتنيكس، فالمخاطر في العملية البحرية هائلة، حيث يمكن إغراق السفن بالروبوتات أو السفن السويدية، وإذا غرقت السفن يغرق كل شيء حسب قوله لصحيفة أفتون بلادت. وللقوات الجوية السويدية ميزة كبيرة تتمثل في قدرتها على العمل فوق بلادها، بينما يتعين على الطائرات الروسية التحليق لمسافات أطول للتزويد بالوقود. ويمكن للدفاع الجوي الروسي الأرضي في كالينغراد نظرياً إطلاق النار على أهداف فوق السويد، ولكن من الناحية العملية سيواجهون صعوبة في الوصول إلى مثل هذه المسافة الطويلة. ويوضح العميد إنه إذا نجح الروس في مفاجأة السويد، فقد يتمكنون على نحو مفاجئ من إحراز تفوق محدود قبل أن يكون لدفاع السويد الوقت الكافي للتصرف. ولكن إذا تلقت السويد تحذيراً مثل التحذير السابق الذي قامت به روسيا قبل غزو أوكرانيا، فسيجد الروس صعوبة بالغة في النجاح في مهمتهم. يوهان فيكتورين الخبير الأمني والضابط السابق في قوات الدفاع السويدية يرى أن نقطة ضعف السويد الوحيدة هي أنها لا تملك القدرة على التحمل لفترات طويلة، وهو ما قاله القائد العام لقوات الدفاع السويدية علناً، أي أن هذا ليس سراً. ميكائيل غريف الطيار السابق في السلاح الجوي يرى أن روسيا ستحلل القدرات السويدية وستحاول العثور على نقاط ضعفنا. وفي الوقت نفسه يحذر جميع الخبراء من استخلاص استنتاجات بعيدة المدى. لا توجد حرب متشابهة، وتعتمد النتيجة على كثير من العوامل المتفاعلة التي يستحيل التنبؤ بها. إذا بالغنا في تقدير روسيا سابقاً، فلا يجب أن نقع في فخ الاستخفاف بها الآن حسب نيرتنيكس. ويبقى السؤال: هل يوجد تهديد روسي عسكري للسويد؟ وهل السويد قادرة على مجابهة روسيا؟